déjà l'étude.
الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السيد وزير الشباب والثقافة والرسول، السيد والي صاحب الجلالة، السيد رئيس جامعة طارق جلال، السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جامعة الرب العسكري، السيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة جهة مراكش حسبي، السادة الرمداء، السيدات والسادة الأساتذة والأبيات والأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني باسم الخاص باسم مؤسسة ولاية الشريف جفين مراكش أن أرحب بكم في مراسم تنتهي هذه الاتفاقية الكلياتية لتأسيس مركز ولاية الشريف جفين مراكش للدراسات والأبحاث حول الحضارة والتراث المادي واللامادي المغربي، والتي كان كتب لها أن تعقد في هذا اليوم المبارك وتحتضنها هذه المجموعة التاريخية والحضارية العالمية البهيجة دار الباهي. كما يطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب على الخصوص بالسيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والفريق المرافق له، والسيد والي صاحب الجلالة على جهة مراكش حسبي، والسيد رئيس جامعة قاضي رياض مراكش وكل الضيوف الكرام الحاضرون معنا، ونتمنى للجميع مقاما قريبا مبارك. فمن باب قيمة الاعتراف بالفضل لأهله، وكما يقال مناسبة شرف، ولا بد أن نذكر هذه الوقائع ونشوف هذه الدار التاريخية البهية التي يعود تاريخ بنائها إلى أواخر القرن التاسع عشر على يد رجلين بارزين من عظام رجالات المغرب، وهما الحاجب السلطاني والصدر الأعظم السي موسى على عهد السلطان إلي حسن، وهو صاحب النواة الأولى لهذه الدار، وابنه الوزير أحمد بن موسى بشمال الرحمن الذي كان الوزير الصدر الأعظم يعني رئيس الوزراء باسم يوم، من بين رجالات الدولة خدام الأحداث الشريفة غير الشرفاء العلويين الذين وليت جبابيلهم طرابيضائح ولعب الشمال داخل مراكش إلى جانب سلاطين الأسرة المالكة. وبعد وفاة محمد تم ضم هذه الدار إلى حاضرة القصور الملكية، وبقيت علامة تملك قيمة الرمز الحضاري في التراث المغربي إلى أن عهد بها سيدنا رحمه الله جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه إلى وزارة الثقافة. حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نجتمع في هذا اليوم المبارك الأهم وفي هذه الحاضرة المراكشية العريقة أرض العلم والصلاح والمواقف العظيمة والمنجزات الاستراتيجية قديما وحديثا، فضلا عن أنها تربة انضمت أكابر نساء ورجال هذا الوطن الأشامس الذين لا زالت أسماءهم وابتكاراتهم ومنجزاتهم العظيمة شاهدة على حيوية تاريخ ومجد المملكة المغربية الشريفة ومجددة لمروجها الحضاري المتفرد والمتجدد. نحضر اليوم بحمد الله وبركة إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مراسم توقيع الاتفاقية الثلاثية المباركة، وهي مبادرة هامة نابعة من التزامنا ووفائنا بالعمل المتواصل على تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة التي أخذناها على عاتقنا في مؤسسة ولاية الشريف منذ تأسيسها، وانطلاقا من رمزية هذه الشخصية العظيمة القدر والمقدار التي تعتبر من صميم استراتيجيتها وأساس أي مبادرة أو نشاط تقوم به بهدف تضيف هذه الأهداف وتكريسها كمرجعية تراثية تاريخية وطنية ودولية في مختلف الميادين الحيوية، لكونها تشكل أمانة في عنقنا جميعا كمؤسسات وكمجتمع مغربي وبالنسبة لجميع المغاربة، تطلب منا واجب الاهتمام بها والمحافظة على هذا قيمة ورمز للإشعاع العلمي والتاريخي والثقافي الرصين في إطار منظومة التقاليد الحضارية والتراثية للمملكة المغربية، خدمة لهذا الصح الحضاري التراثي المنيف، وإيمانا والتزاما منا بتجسيد القيم العلمية والمناقب الحضارية والروحية والاجتماعية والأخلاقية المنبثقة عن فترة تاريخية عظيمة
لأمة مغربية أبية تشهد عن حضارة وأمجاد هذه الدولة العلوية الشابة في الصون والعناية والتعريف بهذا التراث الأصيل وإهنائه والاستمرار في تطويره مع توالي سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة التي ما زلنا ننعم تحت في ظلها إلى اليوم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس رضي الله عنه وأولاه. إن مبادرة التفكير في تأسيس مركز مولاي علي الشريف في مراكش لاتزان بحث حول الحضارة والتراث التي ولدت المغرب لم تكن عرضية أو محل صدفة بل جاءت بانتظار طويل منسجم مع تفكير عميق نابع من إيمان وقناعة بالأهمية القصوى لهذه الشخصية العظيمة تقبل الإقرار والمتعددة الإبعاد والمفكرة الراسخة في ضمير الأمة على مر الزمن وعزمنا على اتخاذها أرضية تراثية وحضارية لها رسالة قوية المؤيدة والداعمة للإقدام على هذه المبادرة ليكون إحداث هذا المركز الشريف انطلاقة فعلية حقيقية للشعور الوطني ودولي أصيل إحياء حديث وشامل يتوقع أهدافه دائم مع جهر العناية بالوروث الحضاري للمملكة المغربية الشريفة ويستمد ممدته من التوجيهات الملكية السامية والتشبث بها وتكريسها كمرجعية تراثية راسخة وذلك في البرنامج العلمي والثقافي المحكم والرصين يستلهم من قضية تراثية الاعتماد بالحاضر كجسر نابض لروافد الهوية المغربية الأصيلة والمعاصرة بقيمها وتوعيتها المتجدرة في أنفاس الأمة المغربية. ومن هذا المنطلق فلا شك أن اليوم بما يحمله من دلالات وقيم يدخل التاريخ مرة أخرى من بابه الأوسع والعريض وذلك لما يجمعنا ويوحدنا جميعا كأبناء شبيب أبي من قيم كونية من خلال موضوع الأساس وهو كيف يستفاد ويستلهم من تراث أسلافنا وأجدادنا وآبائنا بشقه وبكل مكوناته وتجلياته المتسمة بالتمييز والتنوع لأنه يمثل شرعيات مشتركة بين أفراد الأمة والشباب الشيء الذي يتطلب منا مقاربة قضايا أمتنا العريقة مقاربة أصيلة ومتجددة في إطار الشرعي العلمي وثقافي حداثي مجتمعي مقتبسين ومقتدين من الرموز الأصيلة الحضارية لهذا الآن الذي يعتبرون النواة الأولى تعظيما واعترافا للإنسانية وقيمها في الثقافة والعصور بعيدا عن النزوع السلبي أحيانا إلى القرابة من صحة التعبير حتى لا نقع في تناقضات واضطرابات رهيبة تكون سببا مباشرا كما كانت في ضياع الأمة وتراثها وتيهها عن معالمها الراشدة الحقيقية وانسلاخها من موروثتها الحضارية والتاريخية الأصيلة. فبالرجوع إلى التأصيل لمفهوم التراث ومعناه الحقيقي في المنظور العلمي والأدبي الرصين نجد أن الأمر بصراحة ووضوح يتعلق بما ورثناه عن الأجداد أي ما يتوارثه الإنسان عن الأسلاف وبالتركيز على الماضي والتزود منه يمكن أن نغير الواقع ونصنع المستقبل ونقدم البديل ولعل مرجعية الوطنية التراثية العريقة بحمولتها وأبعادها المتعددة وحظوة رموزها الأفداد في الأذهان وقلوب المغاربة الأوفياء جعلنا نتخذها كواقع حي وإرث تاريخي قوي نتمسك به ويجمعنا كأمة تأمل لحاضرها ومستقبلها غير غافلة عن تاريخها وتراثها التي هو أساس وجودها واستمرارية هذه الأمة. ومن شأن الأمم العظيمة أن تحافظ على هويتها وتتشبث بإنجازها وتراثها الدليل الخالي وتخلد مأثوراته الرمزية الغنية التي تشكل هويتها ووجودها وتمييزها عن باقي الشعوب الأخرى. إنه شأن عظيم ومظهر كريم من مظاهر القيم والمناقب الأدبية والعلمية والثقافية والاجتماعية وأبعادها الحضارية التي تتجدد وتتفاعل في الزمن لتساهم في تشكيل وجه الهوية الأصيلة للمملكة المغربية الشريفة. وفي هذا الإطار فبقدر ما سعى بمعية شركائنا إلى تحقيق هذه المبادئ وتجسيدها وتفعيلها على أرض الواقع في مجتمعنا الآلي فإننا نريد أن تكون هذه المبادرة التشاركية فرصة مواتية بمقاربة واقعية مناطها العمل الدؤوب والمنهجي لنقل القيم الحقيقية الأصيلة لحضارتنا وتراثنا للأجيال الناشئة بأمانة مطلقة بعيدة عن النواميس غير مغلوطة ولا ملعونة والحرص على ضمان استمراريتها ودوامها وذلك بتماشيا مع الإرادة القوية لسيدنا حفظه الله وأعز أمره والتي أرسها دستور المملكة الرامية إلى ضرورة الوعي
بأن الثقافة ليست فقط تعبيرا عن الإبداع كما قال جلالته حفظه الله، وإنما هي كذلك مرآة للحضارات وضرورة أساسية في الحياة اليومية، فهي غذاء للروح والفكر وربط الماضي الحاضر كما تشكل سن التفصيل بين الفضيلة والمجتمعات. انتهى كلام سيدنا عز الله. أي الحضور الكريم، اسمحوا لي أن أطرح هذه الإشكالية وهي إشكالية متجاوزة بطبيعتها، لكن أرى أنه لا بد من الإشارة إليها. إذا سمحتم فقد تتحدث المشكلة النوعية في خطأ الطرح الذي جعل فهم التراث أو الأصالة مقابلا فهم المعاصرة، وانتهى إلى أنهما طرفا لاختيار الزماني في المعادلة. ذلك أن المقدمات كانت مخطئة تقود بالضرورة إلى نتائج مخطئة، وأنه لا سبيل آخر إلى اختيار أحد الأمرين، إما التراث وإما المعاصرة. والحقيقة البديهة أن لا معاصرة دون أصالة، ولا أصالة صادقة دون معاصرة فاعلة. في الماضي بالنسبة للقراء والأمم هو الدائرة المصاحبة دائما التي يختزن فيها الإنسان تجاربه وعبارات، ويهدف دروسها لحاضره ومستقبله، ويورثها أولاده وأحفاده، ويمكنه حضورها الدائم من الحكم على المستجدات على ضوء تلك التجارب. والبون شاسع بين العاقل الذي يعتبر بماضيه بما فيه من دروس وعظات لحاضره، وبين التائه الطموس الداخلة الذي لا يمكن إلا أن يكون عبرات لغيره. فالحاضر جزء منا ونحن جزء منه، رضينا بذلك أو رغبنا عنه، وكذلك الماضي هو جزء منا ونحن جزء منه. النسخ المصطلح هو تلك الشرايين العروق التي تجري في الشجرة، يجري فيها الماء في الشجرة، هو النسخ. نحن نسخ من هذه التراث ومن هذه الحضارة المغربية الأصيلة، وفي لقاء مبارك من قبل الفاعل، ونخص منه بالذكر السيد وزير السيد والي صاحب الجلاله جاب مراكش السيد والساده الاساتذه وطول الجامعه، وفي مقدمه السيد الرئيس والسيد مدير الاكاديميه الذين ابنوا هذا العمل بمساهماتهم المتميزه المبنيه على العلم والمعرفه. فقال الله واياكم بما فيه خير بلده العزيز القياده الرشيده لسيدنا عز الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم أطلع عليه، فقط أذكر أن هناك في تعليمات السمارة الرسول دائما في المنطقة الشمالية مندفعه على تراثنا في المكان، التراث الناجي ولا الناجي، ونحن ننجي نكون مش أرمات وما أدراك الأرمات. هناك متخصص كذلك في الزيزاء، ولكن اليوم زائد التغيير الفكرة هي أن نعمل مع شركائنا من مجالس المنتخبة والوحدة المحلية وكذلك الأساتذة باش نوفروا الثقافة في خدمة التنمية. لما أقول الثقافة في خدمة التنمية يعني الاستثمارات اللي كنديروها في المجال ديال التراث المادي بخصوص تشكيل كمال الأعمال، شنو هي النتيجة على الساكنة اللي حاضرة وساكنة مازالت الأعمال، وهذا هو التحدي. لكن النماذج يعتبر هذا اليوم سيدنا الله يسوع لا يهود قرار منطقة قرار جهة من يهود وتطور بين يهود وراء اكتشاف الذات واستثمارات الذات بالنسبة للساكنة. وهنا نعم هي خدمة تنعطيوها الساكنة في إطار استثمار في ماضينا في أثراتنا كذلك. السيد الرئيس هذا الإطار بالطبع الدفاع عن التراث المادي والغير المادي هو الحقيقة عمل مشترك. نعم الحكومة مسؤولة على هذا المجال وزارة الثقافة بالخصوص، ولكن المجتمع المدني الأساتذة هم كذلك لهم دور مهم خاصة فيما نعيشه اليوم. وهنا أقول نكرر محاولات سطو على
ترتبط لنا الدين طرف البعض في إطار محاولة خلق تاريخ لبعض مبني على التاريخ المملكة المغربية. فالدفاع على التراث هو حاجة ضرورية اليوم من طرف الجميع. الحمد لله هناك مدينة مراكش كما تعرفوا كاين مشاركة قوي بتاريخ قوي لهذه المدينة ولهذه الجهة اللي قاموا بمجموعة المبادرات وشفناهم هذه السنة مراكش كانت عاصمة منتخبة الدول الإسلامية ومجموعة الأنشطة حاولوا نقووه ولو حاضرين على الصعيد المحلي أو الوطني والدولي. وهذه الاتفاقية اللي عرف عليها اليوم مرحبا داخل هذا الإطار يعني تقوية المجتمع المدني للدفاع على تراثنا لتعريف تراثنا المادي والمعنوي وانخراط الأساتذة الرئيس معنا اليوم هو مهم جدا لأن الجانب العلمي نحن بحاجة إليه. الدفاع على التراث واحد يعني علميا كيقوي حتى يعني النقاش لما يكون مع المؤسسات الخيريه كما لا مؤسسه يونسكو ولا يونسكو غالبا الناس النقاش حول التراث ما خصوش يكون سياسي او يعني لا سونسيبيليتي تخرج خصنا يكون عندنا ديبا سونسيبيليتي. من هنا نحن بحاجه الى هذه الاتفاقيات باش نقووا الحضور مره اخرى نقووا الاعمال ديال الوزراء على صعيد الوطني وعلى صعيد الدول. فشكرا مره اخرى السيد الرئيس السيد الرؤساء شكرا على هذه المبادره نقوم بجانبكم ان شاء الله باش نقووا دور هذه المؤسسه. كما كتعرفوا كاين مجموعه ديال المراكز اللي في التنسيق مع مجلس المدينه باش يكونوا مراكز ديسي في مراكز التعريف بالتراث هنا في مدينه مراكش. ولما لا المركز مكلف بواحد من المراكز باش يكون واحد العمل دائم مع ساكنة مدينة مراكش وعبر مدينة مراكش مع العالم. شكرا لكم مرة أخرى. سيدي الوزير شكرا ثقافة التواصل سيد رئيس مؤسسة ولاية الشريف في مراكش سيدات السادة كل باسمه وصفته. اليوم هذا المركز التي تأخذ الجامعة نصيبا منه كون الجامعة أصلا هي انطلقت من أن البحث العلمي الذي كان منذ زمان في تخصصاتين وحيدة وواحدة اليوم البحث العلمي يحتاج لكل تخصصات والمجال الذي التقى فيه وتلتقي فيه كل هذه التخصصات ومجال التراث ومجال الثقافة. فهذا التراث بشقيه المادي واللا مادي التقى هنا علماء الفيزياء والرياضيات بعلماء التاريخ وبعلماء الجغرافيا وبعلماء التراث والتقوا كذلك بعلماء الثقافة والآداب والعلوم الإنسانية عموما. أضف إلى هذا التحاق مؤخرا علماء المعلوميات وعلماء الذكاء الاصطناعي. لذلك فالرؤية الآن هي رؤية متكاملة حول هذا التراث والجامعة تجمع كل هؤلاء المتخصصين نحو هدف واحد هو دراسة هذا التراث للحفاظ عليه وكذلك لتمكينه من أن لا يقف عند حدود تاريخنا بل أن يتواصل عبر التاريخ وأن يمتد أكبر مدة ممكنة في إطار هدف إطاري البحث. ولكن كذلك حتى نتمكن من هذا فالجامعة تقوم بتكوين نخب علمية نخب من الشباب اليوم أولا لأنهم يفهموا ويتفهموا هذه الآثار وهذا التراث ولكن كذلك أن يتكونوا لتكون لديهم معرفة كاملة. ولذلك فنحن نكون جيلا جديدا متأصلا أن يكون خير خلف لخير سلف وأن يكون المعين له وأن يكون العين التي يعني يشعر منها هي السلف وأن تتوالى هذه المعلومات ويتوالى هذا التراث والجامعة في هذا الإطار تكون متخصصين في هذا المجال. أكثر من ذلك في علوم الطبيعة الجامعة تكون الآن
في مرحلة تكوين الأساتذة وتطعم هؤلاء الأساتذة بهذه المعلومات وبهذا التراث لكي ينطلق كذلك نحو الأجيال القادمة في المدارس ومع الأطفال مع شباب اليوم. إذن هذه رؤية متكاملة وهذا المركز يأتي اليوم ليجمع كل المقومات والعنا والوزارة لتجمع الشباب هنا والثقافة والتواصل، يعني هذا الثلاثي هو يعني ركن من أركان هذا المركز، وجامعة تعمل على أن تكون كما كانت دائما جامعة قطرية ب 125 ألف طالب وقرابة 2000 أستاذ جامعي باحث من ضمن هذه المقومات كبيرة جدا، وستعطي للجهة ولمراكش دائما ما استحقه وستبقى دائما في الرياضة كما هي الجامعة كذلك، وسيكون هذا المركز كذلك من نصيبه الرياضة. شكرا جزيلا. اخوان ديروا ديكلاراسيون وحده اللي مازال تابعني الخدمه اللي جات على حضركم. راجع وديها شوفها. الله يحفظك. مرحبا بك معنا في مرة. شكرا. شكرا الله. إذا اخواننا اولا ندير الاشهار يلا. شكرا. شنو هذه؟ قناة شنو؟ انتفاضة من أجل الحداد. الله أكبر. إذا شكرا. شكرا للاخوان على الحضور ديالكم معنا اليوم. كيف ما كتعرفوا وزاره الشباب والثقافه والتواصل تواصل عملها باش تدافع وتعرف بالتراث المادي والغير المادي المغربي، وبالطبع كنعتبروا دائما بان هذا العمل هو عمل مشترك مع المجتمع المدني، وفي هذا الاطار كيجي هذا اللقاء وكتجي هذه الاتفاقيه اليوم باش بالطبع مع المؤسسه غنحاولوا اليوم هنا في مدينه مراكش يعني نعرفوا مجموعه ديال الاعمال اللي كتقوم بها المؤسسه واللي غتساندها الوزاره مع يعني حتى مع شراكه اللي درناها مع الكليه هنايا باش في قاضي عياض اللي معروفه بالاساتذه اللي كيخدموا في المجال الثقافي وفي المجال ديال التراث بالخصوص لانخراط حتى الطلبه اللي كيهتموا بالمجال الثقافي والمجال التراثي. كيف ما قلت قبيله هو عمل مشترك، الدفاع على التراث هو عمل مشترك. هناك محاولات هنا وهناك للسطو على التراث لا مادي بالخصوص المغربي. اعتقد بان بحال هذه الاعمال بحال هذه الشراكات غتقوي الدفاع والتعريف بالتراث. هناك قضايا بالطبع كتهم وزارة الثقافة الوصية على هذا المجال، ولكن كيف ما كتعرفوا المؤسسة الدولية وخصوصا اليونسكو هي يعني تعترف أكثر كتهتم بالعمل اللي كتقوم به اللي كيقوموا به المجتمع المدني. فهنا
هذه المؤسسه كيولي عندها واحد الدور مهم مع مجموعه ديال المؤسسات في مجموعه ديال المدن المملكه اللي كيهتموا بالمجال ديال التراث. غير في مدينه مراكش الحمد لله هناك يعني مجتمع قوي، مجتمع مدني قوي، وشفنا هذه السنه عبر تنظيم مراكش كعاصمه للثقافه الاسلاميه ان هناك مجموعه ديال الانشطه اللي كانوا مرتبطين بالتراث المادي وداخل بالطبع هذه المآثر التاريخيه هنا في مدينه مراكش. فكيبين يعني قدرات المجتمع المدني المغربي في مواجهه تعريف وقوه الوجود ديال التراث الغير المادي ديالنا، ونربطوه كذلك، وهذا دور كذلك الوزاره، نربطوه بالمجال الاجتماعي والاقتصادي، لان كيف ما كتعرفوا مجموعه ديال المعلمين، مجموعه ديال يعني زيليمون ديال التراث الغير المادي يمكن يكونوا يخلقوا ثروه، يخلقوا تنميه لهذه المنطقه وللمغرب عموما. شكرا لكم. شكرا سيد الرئيس. خذ بركة، مشي مع السيد الوزير يخرج، مشي معنا. الله يعاونكم، تبارك الله عليكم.